تحية مميزة لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا. اليوم حلقتنا مميزة، بدي لكم نحن موجودين اليوم معكم بمدينة صيدا بملعب صيدا البلدي يلي يمكن ضيفي عنده ذكريات كتير حلوة بهيدا المكان. هلأ لازم خبركم من ضيفي اللي هو كان وما زال النجم الأول بكل الفرق يلي لعب فيها، بالبرج، الأولمبيك، العهد، واليوم بالأنصار، زعيم الأندية اللبنانية. موهبته بتعادل خفة دمه وروحه المرحة، وهو المخضرم يلي قدر يحافظ على نجوميته مع تبدل الأجيال يلي لعبت حده. عباس عطوي أونيغا، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك وعراس. ذكرنا بالمقدمة أنه حضرتك يمكن مش بس نجم من دون منازع بعالم الفوتبول، كمان يعني وين ما نقول أنه عباس عطوي دغري اسمك بيقترن بالهضامة، بروح المرحة، بحبوك، شو السبب؟ كات بس بلي، ما قلتي شاشة الأو تي في يا عيني، قلتي المقدمة رائعة جدا وحلوة بس ما قلتي عبر شاشة الأو تي في. بدأش عيدو؟ عيد الانترو، بس عيد الانترو بس عبر شاشه الاو تي في. برحب فيكم كذا كذا كذا. يلا. اوكي يلا انا ساعه بجق وبحكي من الاول. قطشنا تحيه مميزه لكل مشاهدينا مشاهدي الاو تي في يلي بيحضرونا من كل مكان بالعالم. اليوم معنا ضيف مميز ببرنامجنا، هو منه فنان ولا سياسي، اليوم ضيفنا نجم رياضي. قبل ما أخبركم مين في معنا اليوم، بدي أتشكر كل الناس يلي ساهموا بوجودنا نحن اليوم بمدينة صيدا بملعب صيدا البلدي. طبعاً منخص بالشكر أولاً السيد المهندس محمد السعودي رئيس بلدية صيدا، وأيضاً مدير الملعب قاسم قاسم، والسيد مصطفى بيرام. وهلأ صار وقت أخبركم مين ضيفي لليوم. كان وما زال النجم الأول. لا لحظة يا عيني شو بكي؟ لحظة انت خلص، ما انت حافظتيهم، ليش بدك طلع على التليفون؟ بركي غلطت بشي. عم غلطتي شو؟ الناس حافظة شو؟ مش عم بتعيط؟ يلا لك مش عم بعيط بس الناس مش حافظة شو كاتبة انت. طب انا بدي اقرا اللي كاتبتهم. تعبان. طيب يلا 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 يلا. كان وما زال النجم الاول بكل الفرق يلي لعب فيها، بالبرج، الاولمبيك، العهد، واليوم بالانصار اللي هو زعيم الاندية اللبنانية. موهبته بتعادل خفة دمه، وهو المخضرم يلي قدر يحافظ على نجوميته مع تبدل الأجيال اللي لعبت حده. عباس عطوي أونيغا، أهلا وسهلا فيك ببرنامجنا. أهلا وسهلا فيك وعراس الأو تي في. دايماً لما نقول اسمك يمكن بيقترن بالهضامة بالروح المرحة، الناس بتحبك غير الفوتبول، بحبوك أنت كشخص. هلا دايماً هو لاعب الفوتبول عامة عنده خفية دم، يعني كان عندنا مدرب مصري يقول إنه لاعب الكرة خفية دمه حلوة يعني، فالحمد لله يعني وين ما روحوا هيك إنه العالم دغري بتفوت معي إنه بتحبني وبتعزني، عشان أنا كثير منيح مع الناس، بحبش أغلط بحق حدا، دائماً بحب أمزح يعني مع الناس اللي أنا بحبهم يعني، فبتصير من هيدا لهيدا إنه والله عباس مثلاً عباس عطوي وأنا مهضوم كثير وكذا، وهيك العالم بتحب تتقرب مننا شوي شوي يعني. أول شيء بدي أقول لك كمان مبروك جائزة أفضل صانع ألعاب. قلت مباشرة على الهواء انك جددت شبابك بهالجائزه، شو يعني جددت شبابي؟ لان احنا عندنا بلبنان المفهوم، اول شيء الله يبارك فيك، بس المفهوم عندنا بلبنان بس اللاعب يصير عمره فوق 30 العالم كلها خلص، هيدا خلص فوتبول. وانا صار عمري 34 سنه وفات بال 35 وحصلت على جائزه افضل صانع العاب بلبنان، يعني هيدا انجاز لي انا بهذا العمر ما حدا صارت معه بلبنان. فعندنا نحن بلبنان كل العالم قلت لك اياه، بس واحد يصير عمره بال 30 خلص هيدا خلص، بفتشوا على لاعب اصغر، عم نشوف اللعيب الصغار ما عم بيكونوا احلى من اللعيب اللي هلا بعدها عم تلعب يعني. فكرمال هيك يعني قلت انه جددت شبابي، وانا ان شاء الله يعني بتكل على الله وماشي بهذا النطاق يعني نطاق رياضي، فاللي بتكل على الله الله سبحانه وتعالى بوفقه بكل شيء. نحن كمان معنا ببرنامجنا حابين نكرمك بجائزه هيك شوي مهضومه اللي هي عباره عن مفاجاه، بدي اطلب منك تتفضل معي لنستلم الجائزه. كات خلينا بس نقول بس هيدي الجمله بهالوقت. استاذ حسن قاسم، احمد قاسم مش حسن قاسم، استاذ احمد قاسم. اوكي، مدير الملعب. ولو انتم بتلزقوها. ايه خلص انت شو بدك، انت اعطيني 2 سكوند قبل ما تقوليها وقوليها. كاميرا رولي يا عمي، شغلي هذا والله شغلي. يا هلا انت بتعرفوا بدي ابرو. انت ما تغلطي بالمقدمه وانا ببوسك باجرك. يلا ما بدي تبوسني يا حبيبي، بدي اعرف. ايه فول ران، نحن فول ران. يلا
وبخص بالشكر أيضا السيد أحمد قاسم مدير الملعب وأيضا القيمين على ملعب صيد البلدي منهم السيد مصطفى بيرم. أوكي كات يلا على أعطي الجملة الثانية. خلص أخدينا نحنا أخدينا الثانية ضروري نخدها ولا أخدينا خلص أخدينا نحنا يلا قومي على المفاجأة لهونيك يلا أعطوني كاميرتين النقلة ثاني ليك وين تشيك صغير أجمل الصغير ما في تشيك انفلوب ما جبته ما في انفلوب بعدين بنعمل هيك آخر شيء بنقله طيب معي انفلوب أنا بالسيارة بس ما هي مرة واحد بعملها هيك آخر ستاب بتكون طيب هذيك بنخليها هيك عادة بتصير هي هيك تفضل كاميرتين هاند هيلد وحدة يلا يلا خدوا هو رايح إذا بدك متجه لهونيك كاميرا عهالة كاميرا عهالة شربين هلا حضرتك انت الموضوع عندك صار هونيك خلي في اذا بدك ده الباري موجه لهونيك لحتى انت تكوني عملت السوربريز وجه لوين هيك يعني للهدف اوكي صار فيك تبرو الف مبروك شو هي هاي شاك بقيمه 5000 دولار تقديم برنامجنا وشاشة الأوتيفي مبروك أول شيء بتشكركم كتير أنا على الشيء الحلو وكلكم ذوق عن جد شيء كتير حلو كلكم ذوق من كل قلبي بس لألو عراس شو بنعمل فيها هيدا هلا فينا نتركه هون هلا نكفي الحلقة جيبي معي أوكي اوكي اوكي يلا نحن بنرجع كيب رولينج نحن هلا موجودين مثل ما ذكرنا بملعب صيدا البلدي ويمكن عم شوف انا وياك قديش في مشاكل بالملاعب بلبنان مع العلم انه هيدا الملعب هو احسن ملعب بلبنان خبرني قديش بتلاقوا صعوبة لما تكونوا عم تلعبوا على ملاعب يمكن محفرة أو المي معبى فيها جوار خاصة لما تكونوا عم تشتت الدنيا أو يمكن لما يكون الجازون سيء قديش هذا بشكل يمكن شيء سيء لتراجع مستوى اللاعب اللبناني أول شيء هاي مشكلتنا بلبنان نحن ما عندنا ملاعب بلبنان يعني هذا أفضل ملعب بلبنان كتر خيرهم بصيدة يعني عم يشتغلوا عليه بس فترة أول فترة من الدوري بتلاقي الملعب كتير منيح بعدها بفترة ببلش الملعب ينتزع فهي مشكلة عندنا بلبنان احنا عم نلعب على ملاعب جازوم يعني واحد ما بيقدر يلعب باص مزبوط نحن هيدا الشيء مظلومين فيه بلبنان في مصاري صار فيه وفي أندية منيحة عم تدفع مصاري بس حرام هالملاعب يعني لاعب بكون عنده مستوى 100% بهالملاعب يعني بصير مستواه 60 ل 50% العالم ما بترحمه العالم بتقول هذا مستواه نازل بس مش عارفين انه الطابة ما عم يقدر يتصرف فيها منيح بالملعب حرام يعني بتمنى على كل القيمين على اللعبه بلبنان انه يهتموا بالملاعب شوي انه خلص انت عم بتقول القيمين متطورت. طب مين القيم برايك مين المسؤول هل الاتحاد اللبناني هل هي البلديات البلديات هي كمان مسؤول الاكبر بلبنان يعني ما خص الاتحاد برايك اتحاد في ملاعب بيقول لهم جهزوا حالكم في عندنا دوري بده نلعب دوري لازم البلديه تخرب الدنيا عشان تكون باحلى حله هذه الارضيه كانه بصيدا ولا ببيروت البلدي ولا على المدينه واي ملعب بلبنان انه كرمال اللعيبه عم تنظلم صراحه يعني بيجي لاعب اجنبي من برا بيكون متعود على ملاعب على مستوى عالي بيجي بيلعب بلبنان بينزل مستواه طب يا عمي لا عندنا ملاعب مثل الخلق ولا عندنا بنى تحتيه يعني مثل الخلق بلبنان كل العالم بتقول لك انه الدوري اللبناني منيح وعراسي وفي مصاري صار برجع بقول لك بس ما في ملاعب هيدي مشكلتنا نحن بلبنان نعم لحظه بس ثاني كات في شيء هون شو هيدي يا هلا يا هلا يا عيني يا طب انا 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 حمار قدامك انا المخرج انا وحيد قلب شيء كان هو وين بعمل ولا يمكن او شيء ما بصير انت ما فيك انت تاخذي هيك تقومي يعني شو بك هلا اليوم طب شو يعني معقول انه اتركه هيك يا اختي مش معقول بس في مخرج في فريق عمل طب ايه بس انا ما عملت شيء انا قاعده فيك تعمل هلا بعد 10 دقائق بده يقفلوا من الملعب لا ما خلصنا نحن هون على موعد هلا اعملي اللي عليك خلص معقول يعني اتركه يبين يعني كرمالك انا بنهي اسمك انت بتدق يعني انه نركز كلها طب ما مش مبينه ميلة الشمال وقف فوتك بس تحكي اذا مش مبينه ميلة اليمين مش مبينه خلص اشتغلي شغلك خلص عم بشتغل شغلي مش خلص يلا 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 شيل التليفون بليز اتونسيون شباب ستيل رولينج
كيف تقيم هيدي السنة اللي كانت مع الأنصار؟ والله يعني لعبنا فوتبول كتير حلو صراحة، بس ما كان عندنا حظ صراحة، يعني في كذا ماتش هيك تعرقلنا فيهم، فأخذ الدوري العهد. كنا لازم نحن نكون بالمنافسة بقوة، بس الحمد لله يعني عملنا وصيف، وصيف الأول، وصيف الدوري، وصيف الكأس، يعني حمس الآسيا السنة الجاي، بس كان لازم نعمل أحلى من هيك، لأن عن جد عنا رئيس نادي وعنا إدارة وعنا جمهور، حرام إنه صاروا زمان مش محتفلين بالبطولة. لازم كنا يعني كنا عم نعمل كل جهدنا لنرجع هالأمجاد، بس إن شاء الله هالسنة لازم يرجع أمجاد نادي الأنصار بوجود الأستاذ نبيل بدر. أنا بتصور الأنصار بيرجع على السكة الصحيحة. برأيك نحن بلبنان قديش مظلوم لاعب الفوتبول، لاعب كرة القدم؟ لما نحن بنطلع برا بأوروبا وبأمريكا وبنشوف حتى أمريكا اللاتينية تحديدا، بنشوف يمكن هالقد الفوتبول مهم، هالقد لعيب الفوتبول حتى ماديا ومعنويا بيفرق. شو ليه برأيك نحن هالقد رياضة عنا وخاصة كرة القدم مع أن اللعبة الجماهيرية الأولى هالقد مقصرين بحقها؟ ليك من 5 سنين كانت هيدي المقولة، بس هلأ لا، هلأ صار في فرق، يعني مثل ليك في 4-5 فرق صارت عم تمضي عقود. يعني أنا مثلا ماضي عقد مع الأنصار، كنا قبل نمضي مثلا مدى الحياة، لا هلأ صار عندي عقد احتراف وغيري هيك كمان، صار في أندية عم تدفع مصاري. بس برجع وبقول لك اهتمام باللعبة ما فيه، يعني كنا قبل مثلا نمضي مدى الحياة مع فريق يجي يقول لي روح عود ببيتك إذا عصب مني، هلأ لا صار في عقد، صار في عقود بينه وبين الإدارة من سبته بالاتحاد، ما عادش في النادي يقدر يخلط مع اللاعب ولا لا بيقدر يخلط مع النادي، لأن صار في عقد بيناتهم وصار في مصاري منيح بلبنان. برجع وبقول لك بوجود رؤساء الأندية هلأ اللي موجودين اللعبة تحسنت ماديا، بس برجع وبقول لك هو اللاعب كمان بلبنان يهتم بحاله. يعني بنشوف نحن مثلا لاعب عمره 20 سنة بيكون موهبة، بيكون عنده أمور مش منيحة لا يقدر يعطي بالملعب، مثلا بأرجل بيسهر للصبح، أمور كتير هيدي ما بتخلي اللاعب يقدر يكون نجم مع الأيام الجاي، يعني لازم يحافظ على حاله أكتر وأكتر. شارك على الميكرو حبيبتي، شارك على الميكرو، يلا شارك ايه على الميكرو. إذا في شيء بعد فكرت الميكرو تبعه وقلت كمان كيف بدي أقوم ظبط له إياه أحسن ما تعملنا قصة. لا يلا 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 بشرف، يلا يلا فكلي على الله، صار الواحد يحسب بتحسب. طيب ممكن أعرف أي متى بلش؟ بريك، ناخد بريك هلا. طب خليني أسأل سؤال بعد. طيب يلا يلا. هل عندك مشكلة مع منتخب لبنان؟ لا ما عندي مشكلة. أنا وقتها كان عمري 29 إجا مدرب، كنت انا يعني انا لاعب مظلوم بلبنان بس بالمنتخب انظلمت. يعني انا بيجي بيقولوا عباس عطوي انا كان ظلم بلبنان، انا بقول لا ما انظلمت الحمد لله ماشي حالي ومنيح، بس بالمنتخب انظلمت بشغله. من وقتها كان عمري 29 كنت اخذ افضل لاعب بلبنان كل سنه، اجى على المنتخب يجي المدرب الاجنبي خلص في ناس يعبوا له براسه انه والله انا ما بيعطي الا 30 دقيقه. ما عم اقول لك برجع بقول لك انه بلبنان نحن عندنا كيف يفكروا برا 34 35 بيكون نجم 100%. ف هذا الموضوع انظلمت فيه، ما عندي مشكله مع المنتخب كانت، ورجعت قلت لهم انا عاد يعني مستعدكم بالمنتخب وهيك، بس نهاره هني ما بعرف شو صار لهم يعني، بس بالنهايه بتمنى لهم التوفيق، يعني بالنهايه انا لبناني وبتمنى التوفيق للمنتخب اللبناني. ما بتعتبر انه يمكن واسطه او اشياء او يمكن اشياء شخصيه؟ لا لا ليكي كقصه شخصيه ما في معي حدا شخصي، لان انا الحمد لله محبوب من كل الناس وصحبي مع كل العالم، بس بتصير قصة وجهات نظر. يعني بيجي مدرب يمكن وجهة نظره انه اونيجا ما بيقدر يعطيه، بيجي مدرب تاني لا اونيجا بيعطيه، وصارت هيدي عن تجارب يعني معي، بس الحمد لله يعني بعدنا من يعني صار عمري 35 سنة هلا وبعدني عم بطلع منصات تتويج بأي شيء الحمد لله، عم فوت فيه تحدي عم كون الحمد لله، يعني الله عم بوفقني نشكر الله ونحمده وان شاء الله دائما نضلك بهيدي الهمة. رح ننتقل نتوقف مع بريك قصير بنرجع بنكفي حلقتنا. طب ما في شيء نحطه فوقنا شيء هيك نشوينا يا زلمه؟ مش بقدر اطلع فيه عيوني بقوا لبرا لانتين شو. انا بحط لك شميز تبعيتي بتغطي فوق منك. لا اكيد مش ما بدي الشميز. طيب يلا 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 تروا سيجون هذا البريك تروا سيجون. ايه يلا جهزي حالك. تعتير مش مقبول. فينا نحط له بليز ماي مسقعه؟ لا 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 منيحه منيحه بس برمي هاي خلي لي شعرك هيك لو سمحت. ايه انا بدي شعري ما بدي تحكي له خلص هلا شو بك وحياه ربك شو بك اليوم هلا ما بدي شيء انت عم تعطى معي لا هلا انت مش رايقه اليوم انت ليك عم تعطى معي لا مش عم تعطى انا عم بشتغل شغلي هلا عم بقول لك بليز وبترجاك واذا بتريدي عم تلأمن علي لا مش عم بتلأمن عليكي
اللي بدي اتلأمن عليك شو عملتي لي؟ ما بعرف بس انا عندي شغله انه بدنا نخلص قبل ما الجماعه يفلوا ومقدمين للملعب ونقول لهم مقاصي كتب بس ما تكتري اغلاط. طب عملتي كات بدون ما تقولي لي معقول يعني انا عم بقعد ساعتين على المونتاج على كل حلقه؟ طيب ما هذا شغلك بدك تعمله. يلا شباب يلا ما بدي ما ب... لحظه اعطيني دقيقه بليز. هلا المشكله القصه. طيب انا من 12 ونص ثانيه هلا خلص فاين سيد وخبرني اياها الخبريه اربع مرات. طيب خلص. اوكي يلا أوكي يلا, يلا. سيلونس بليز رول الك. هلا مين برايك هلا هو مخطط لمشروع افضل لاعب معقول يكون لهالخمس سنين لقدام من الشباب الناشئين بعالم الفوتبول بلبنان؟ هلا في كذا لاعب يعني في علي الحاج ابنه للكابتن جمال الحاج بنادي النجمه. في كذا لاعب يعني في حسام منذر لاعب نادي العهد. في كذا لاعب احمد حجازي صار من اللاعب المخضرمين صراحه. يعني احمد انا من النوع اللي بيعجبني كثير كمهاجم ومن افضل المهاجمين اللبنانيه هو بلبنان. فصار انه فوق العمر يعني اللي بدنا نقول عنه انه من افضل اللاعبين. عرفت كيف يعني صار لاعب مخضرم احمد. اذا بدنا نحكي كمان عن الكوميدي بعالم الفوتبول عم نشوف هلا يمكن صفحه اللي هي صفحه ساخر كره القدم اللبنانيه. شو عطى قد عم يذكروا يمكن اسمك بالضمور بس اشياء مهضومه كثير. هلا هذا الشيء عم بضايقك؟ لا صراحه لا انا طيب خليني هلا بحكي هلا بحكي هلا بحكي كات جماعه مهضومين. بدي استاذن منكم شوي صغيره اذا بتريدي لحظه. انت مين بعتي لي صوره بالاذن؟ بس لحظه صوره مين انت بعتي لي؟ بس انا بدي اتمنى عليك هلا في معنا مشكله صغيره مشكله كبيره بالاحرى. خير تفضلي تفضلي بس تفرجيكي انت مين بعتي لي صوره مين انت حبيبي؟ هذا ضيفنا للاسبوع الجاي. لا انت قلتي لي عباس عطوي معك هيدا الاسبوع. حبيبي اثنيناتهم عباس عطوي. هو عباس عطوي هيدا الاسبوع اون جو اسبوع الجاي مع عباس عطوي بالنجمة. لا هي الزلمه صار على طريق الجي. ايه ما علي بنخلص حلقتنا بنرجع بنصور له مره ثانيه. بدي اوقف التصوير اذا بتريدوا. لا ما فيك توقف تصوير مايكل انا اكتفيت منك اليوم. قد ايه خلولي اعطيني هيدا. لا بليز خلص اعطيني اياه. لا مايكل ما فيك تعمل معي هيك. مش كل مره ما بعرف انت شو مشكلتك. يلا خلوني 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 بدي استعذر منك انا وقت خلصت. ما فيك تستعذر منه هيدا حالتي انا بدي كفيها. لا بليز لا اذا بتريد انت اللي اذا بتريد مايكل. ما بعرفين الضيف جاي على السريع بليز. يلا قوموا يلا بليز حبيبي ما عليك. هلا الضيف على الطريق. عباس عطوي على الطريق. ايه اذا بتريدوا بليز خلوا لنا السير. يلا ما حدا. لا وقفوا التصوير ولا حدا. بدي اسالك سؤال في احكي. تفضل. انه انت كرامات الناس عندك لعبه ولا لا شيء؟ مش على راسي. انت على راسي من فوق. ما لانه كرامات الناس مش لعبه. عباس عطوي تبع فريق النجمه جاي صار على طريق الجي. ما قلت لي مين تبع راسي. بنصور نحن ما فيني صور الزلمه جاي يا حبيبي. انا شو انا يعني انا ابن شو يعني؟ لا انت على راسي. انتبه انت على راسي من فوق. انت انسان محترم وانت ضيف محترم وانت نجم وانت على راسي. بس بليز خلوا لي السات. يلا ما حاخلي لك سات. شيء اسمه ذوق احترام مايكل. بليز اذا بتريدوا يلا خلص حلقتي بالاول. بليز اذا بتريدوا ما عليه هذا برنامجي. اذا بتريدوا بليز يلا عندك مشكل معي بتحله معي ما بتحل حساب ضيوفك. ما بخص ضيوفك. انا ما جيت صوب على راسي. هي بدي اسال سؤال بس. تفضل. هلا انت عن جد عم تحكي؟ ايه يعني هو مثلا انه كرامته شيء وانا كرامتي شيء. انت على راسي من فوق. قلت لك انت حبيب قلبي وعلى راسي من فوق. بس ما في معي ضيف الاساسي. كيف بدي اجي اقول له انا حبيبي شو ضيف اساسي؟ يا حبيبتي صار هون بيجي بقول لهم طول عباس عطوي. ما مين عباس عطوي؟ انا شو عرفني بالجول؟ قلت لي عباس عطوي النجمه. لا ما في تفل. ما فيك تقولي لي هيك. انا ما خصني. انا زلمه عم بنفذ تلفزيون قرار تلفزيون. ما بصير هيك حبيبي. عندي انا بصور اعطيته تشيك الورق اعطيته اياه؟ ايه اوكي حبيبي. ما بدي منك شيء. لا تشك ولا شيء. بس عيب لانه جايين. اكبر من هيك بكثير. على راسي شو انت كبير. انت كبير بس بليز كلير سيت. يلا بليز اعمل لي معروف. شو بتقلي بليز؟ مش شغل عندك انا؟ لا هلا لا بليز. انت حق عليك تحملي مسؤوليه ضيوفك. بتحمل مسؤوليه. انت اللي عندك مشكله. زلمه عباس عطوي صار هون على رميلي. في عندك بروديوسر هو اللي بده يقلد ضيوف مش انت. ما تعلي صوتك. اوعى تعلي صوتك. اوعى تعلي صوتك. والله حيرته اختنا يا زلمه عن جد. شو انه خي انت عباس عطوي انا شو ذنبي؟ هلا انت مخرج عن جد مخرج ولا حدا انه عم هذا انه حدا عم يستلمني ولا كيف؟ يا زلمه ليه عم تحكيني هيك؟ لا انت ليه عم تحكيني هيك يا خيي؟ كاميرا خفية وهالقصص. لا شو حضرتك مين بتكون؟ مدير اعماله. تفضل احكي معي يا استاذنا. نحن لا هنك ولا جينا صوبك. لا
انا بعمل له حلقه جمعه الجايه ما بدي وبجيب له كاس وبكرمه واللي بده اياه. لا مش بنشرب كاس نحن. لك بجيب لك كاس بدي لك شغله لا اذا بتريد انا قلت لك اذا بتريد انت اذا بتريد قلت لك كاس انا ليك انا استاذ عباس انا عم اقول لك هيدي الشغله صرخ ساعه بتحكي وبتعيط وبتحكي وعرفت انا شيت صوبك خي لا بس قصدي هيدي الشغله اللي انت عملتها. طب هلا شو انت حط حالك محلي ليك هيدي انا الشغله ما حدا بيقدر يعملها معي. طب انت حط يعني هلا بكسر هيدا المسرح انا هون ما بعرف شو اسمه هيدا لا كسره ما بدناش بلا انت عيب. لا انت عيب. انسان راكي انت انسان راكي ما بتعمل معي انت انسان راكي وانت بتجيبوا لعباس حطوا بتقعدوا هلا هون برجع بعمل انا الحلقه برجع هو بيعمل حلقه ثانيه وبركي لقيك قبل شو واذا شو هالمشكله خيي عباس انا وياه واحد خلاصي ما هو عامل قبلك ما هو حيجيني قبلك مش حيعرفه ولا شو حيعرفه يا حبيبتي مش انا شو هلا انت مخرج عن جد مخرج ايه يا حبيبي انت الا عندي مشكل معك بس هلا بس انا اسمي مايكل ابو كاسم ايه انا مخرج هي الشباب كلهم هي فريق العمل انت مخرج تيجي تعمل بالعالم هيك يا حبيبي مش انا اجاني التليفون شو بك يا خيي شو انا جاي من انا شو يا حبيبي انت عراسي وعيني ومن فوق ولعيب محترف ولعيب محترم والملعب لك الدنيا كمان حول الله خليني خليك حالك هيك وقولي بدك اياه اقسم بالله انا ماني زعلان بتعرف على شو زعلان شو انا بزعل وقت امشوف هيك ناس مثلك لا للامانه اذا بتريد هيدي انا ما حدا انا ما حدا بالشخص ما حدا انت على راسي انا ما فت معك ما حدا بيقدر يوطيلي كرامتي انا بهيدي بهيدي الدنيا هون انا طول ما انا عايش ما حدا بيقدر يوطيلي كرامتي مين قال لك كرامتي عيب تعمل معي هذا الشيء عيب ماشي عيب خذ خيي سلمني على الاو تي في تعولتك. طب لحظة شوي خليني بدي لك كلمة انيكا زيح عنه لا خليني روح قبل ما تفك قبل ما تفك عيب يا خيي قبل ما تفك طلع هاي كاميرا هاي اثنين هاي ثلاثة عملنا فيك ضرب نحن تعال اقول لك تعال يا حياة اختي انت صار من اول ما عم بحكي انا عم بقول شو بهيدا يا خيي بجيب عليك انت ليكي انت حسابك بعدين جبتيني عصير لتعمل فيه الضرب عباس عطوي انت نجم لو ما انك نجم ما كنت معنا بهالبروجرام ما بتجع هالبرنامج اولا اول لعيب رياضي خليني اقول لك شغله انا صارت معي قبل بتي في ثاني ما حدا بيعمل هيك صارت معي مش بهالذكاء مش بهالذكاء انت خربتي لي بيتي انت ما عندك خبر ماشي اولا لكل جمهور نادي الانصار انا بدي اقول لكم بحبه كثير لانيكا الله يسترك هلا جمهور الانصار لا انت بدك تقول لهم يتابعوا هيدي الحلقه قلن بدك تقول لهم انا اكيد حيتابعوا قلن لهم دعي للجمهور اللبناني كله بيتابعوا ايه؟ هالحلقه تابعونا على شاشه او تي في ان شاء الله بس هيدي الشغله بمقلب مرتب انا بس يشيلوا الهواء معوزه جوا نحن بالتخطيط مع هالا وقلت لها يا ريت يزبط معنا يا ريت يزبط معنا عباس عطوي بدك صراحه قلت لها يا ريت يزبط انيكا خي وقت قلت لها عباس عطوي قالت يا عمي ما عم يزحوا معي بس رجعت وقتا طب ما هي اسمك وياها وانت صرختي طب ما هي اسمك ما هي اسمك شو بتقول ضرب مبكل هيدا مقلب مرتب اسمه على شاشه الاو تي في نحن لو ما انت ستار اني ما بتكون موجود معنا بهيدا الدرنامج كله مشاهير معنا هلا ما عملتوني ستار انت عملتوني هلا لا خيار لا يعطيك العافيه بقول باي للكاميرا وبدنا نعرض الحلقه اكيد بموافقتك اكيد اكيد اوكي لنا الشرف نطلع على الاو تي في وحلقه كثير مهمه بتمنى من الجمهور كله يحضرها لانها على مستوى عالي حتكون بس كنا حابين نحكي بعض شغلات مقابله فكرناها جديه عارفين هيك المدح تحمصت بالشمس ليك في قلبت مي ما بقى فينا تحمصت قد يوم قبل ما كنا يلا نضرب الورد عرفت شو بالك معصب صرني من اول مره تبعنا جمهور الاو تي في بقول لكم هيدا مقلب كان مع عباس عطوي بشكركم بشكر حضوركم معي بشكر الشباب كل الطيبه اللي اجت معنا بدي اشكر فادي يونس بدي اشكر مطعم المختار بجنسنايا الاستاذ فادي يوسف بدي اشكر الاستاذ محمد سعودي رئيس بلديه صيدا وصيدا الابيه اللي استقبلونا بملعبهم لانه في ذكريات كثير حلوه لاني قاهم بالملعب اكيد عرفنا من لكم اورفال تابعونا بحلقه جديده مع مشاهير جداد وبنشوفكم بس لكم